فماذا سيحدث؟ معركة السايز تحسم من المنتصر فيها. لا يهم، انظري إلى قوتي، أنا أقوى منك بكثير. تلك القوة أمامك عمل صعب. القوة نفسها؟ عادت إليه تلك القوة؟ هذا غريب جدا، لا أعلم كيف استطاع أن يكتسب كل تلك القوة. تنبعث منه حرارة ثانية. أظن أن طاقة كيفولا الكبيرة هي سبب حدوث هذا الشيء. طاقة كيفولا هي سبب ذلك؟ قوته الفائقة واستيقظت ثانية. هذا أمر رائع ويدعو إلى التفاؤل. لا شك في أنه بعد إيقاظ تلك القوة سيتمكن من هزيمتها. أشعر بحرق. هل كان اسم قوتك الجديدة القوة المقززة أم ماذا؟ بدأت أشعر بالحر، لكن هذا لا يؤثر علي. لنستأنف. لن أخسر أمامك يا هذا. أنا أقوى.